Hello everybody, how are you today? I hope everything is good with you. So today, inshallah, we are going to talk about participle clauses. هو أول مرة حتاخده تقريبا. So I want you to concentrate on this. تركزوا. So if you want to open your student's book, open it on page number 33. منهاج الإنجليش وورد. طبعا هاي القاعدة أنا أسميتها لنصين. لها قسمين يعني. هذا القسم اللي رح ناخده اليوم هو كيفية الحل، والفيديو الثاني رح يكون حل الكتاب ورح يكون على استخدامات الـ participle clauses، بس عشان تفهموهم يعني حبة حبة. So the first question that I have asked here, what do we do in order to form participle clauses؟ يعني أنا كيف بدي أعمل participle clauses؟ يعني participle clauses هي استخدام المضارع بتكوين الجمل. احنا ما رح نحكي عن استخداماتهم اليوم، رح نحكي كيف بنحل. هلأ بيحكي لنا هون if we have، يعني إذا عنا أو بلشت الجملة ب when، while، before، after، on، instead of، without، and by. يعني إذا جملتنا بلشت فيهم، أنا كيف بدي أعمل participle clause؟ first we can delete، أو مش can، we delete them with the subject and use ing the verb، أو we add. يعني for example we، okay، add. ما بدي أحط لكم can عشان ما تحس إنه بقدر أحذفها وبقدر أخليها. okay، أول شغلة بعملها أنا بحذف هدول الموجودين ببداية الجملة، وبحذف الفاعل وبضيف للفعل ing. كيف يعني؟ For example when he invited us، فاصلة، comma، he sent us cards. كيف بدي أعملها participle clause؟ أولا أنا عندي شرط أنا كتبيته لاحقاً بالسلايد اللي بعد، ولكن بدي أحكي لكم إياها هلأ. عشان أقدر أكون participle clause، شرط أساسي إنه الفاعل يلي بالجملة الأولى اللي بعد اللي قبل الفاصلة هو نفسه الفاعل يلي موجود بالجملة الثانية. يعني لو بحكي سامي هي صح، هي صح، my sister she صح، I صح. ولكن لما أحكي I وبالجملة هاي أحكي my sister، هون اختلف الفاعل، إذا الجملة لا تصلح لأن تكون participle clause، right؟ So لاحظوا الجملة when he invited us he sent us cards، حكينا نحذف اللي هون الكلمة الموجودة من هدول الأفعال، وبحذف الفاعل وضيف ing للفعل. هاي ال when حذفناها، وال he حذفناها. invited، هلا invited هون الشرط الثاني انه انا احول الفعل للتصريف الاول. شو التصريف الاول من invited؟ هو invite، بضيف لها ing. صرت احكي inviting us he sent us cards. 2، عندي طريقه ثانيه لحل participle clauses. الطريقه الاولى انه احذف الكلمه او البروبوزيشنز اللي هدول، وأحذف معها الفاعل وأضيف للفعل ing. الطريقة الثانية we can or we delete، طبعا هاي برضو بتعدلها، بس we delete the subject، أنا بحذف الفاعل و add ing to the verb، بضيف ing للفعل، ولكن برضو بنستخدم التصريف الأول، يعني نفس الكلام اللي مرق معنا بالسلايد يلي قبل. بس المقصود إن هون أنا ما رح أحذف الكلمات اللي هون، يعني أنا عندي طريقتين. الطريقة الأولى أحذف الكلمات اللي هون مع الفاعل وأضيف للفعل ing، الطريقة الثانية أخليهم وأحذف الفاعل وأضيف ing للفعل بعد ما أحول التصريف الأول. For example before he went to bed، قبل ما يروح على النوم هو سكر الباب. لاحظوا نزلت الـ before، حذفت الـ he، وانت حولتها في التصريف الأول اللي هو go، ضفت لها ing.
صارت before going to bed. بكمل الجملة، بقدر أحل هالحل الثاني عشان أورجيكم كيف بتصير. going to bed he locked the door. هاي هون بس نبلش بالاي ان جي، يعني حذفت البيفور وحذفت الفاعل، وبإمكاني أخلي البيفور أو أخلي الوين ولكن أحذف الفاعل وأكمل بالاي ان جي طبيعي. so أنا ما بدي أعطيكم زيادة عن هيك، تمام؟ بدي إياكم تفهموا طريقتين للحل فقط. المرة الجاي إحنا رح ناخد استخدامات. طب أنا ليش بعمل هيك؟ ليش بحذف ال when؟ ليش بعمل ing؟ note that in order to use the participle clause، أنا عشان أستخدم ال participle clause زي ما حكيت، both sentences كلا الجملتين should have the same subject، لازم تحتوي على نفس الفاعل. شوفوا هون، while he was walking he saw a bird. هاي صح. اوكي دقيقة عادي، هاي صح لانه الفاعل يلي بالجملة الاولى هو نفسه الفاعل بالجملة الثانية، فانا بقدر احلها واحكي عندي طريقتين. ركزوا معي، بخلي الوايل بمحي الهي والواز بمحي الفعل، خلص اي ان جي. اوكي مباشرة انا بدي الفعل الرئيسي مع اي ان جي. اوكي اجت عندي واز، بحكي وازنج ولا بينج عادي، خلص بجيب الفعل مع اي ان جي. while walking he saw a bird. وشو الحل الثاني؟ حكينا walking he saw a bird. تمام، هاي الحل الأول، خليت الوايل وحذفت الفاعل. الحل الثاني حذفت الفاعل وحذفت الوايل، ولكن نركز إنه أنا بدي أضيف إي إن جي للفعل حتى لو ما كان معاه إي إن جي. الجملة الأخيرة while he was walking okay his brother fell down. هل هون الفاعل موحد؟ لا، الفاعل هي بالسنتنس الأولى يختلف عن الفاعل بالجملة الثانية. بالجملة الأولى بحكي هي، بالجملة الثانية حكيت his brother. إذن هاي الجملة لا تصلح لأنه أعملها participle clause، ما بقدر أحذف ال while وأحذف ال he وأحذف ال was وأبلش، لأنه مش أخويا اللي كان بيمشي. ولكن هون الشخص اللي شاف العصفور هو نفسه اللي كان عم بيمشي. إذن بالنهاية بدي تركزوا بطريقتين الحل، إما بحذف ال while وال when وال before وبحذف الفاعل وبضيف للفعل ing، إما بحذف فقط الفاعل وبضيف للفعل ing. So next time رح يكون شرح ال part 2 لهاي القاعدة. Just if you have any question just write it down and I wish you the best of luck.